وسهلا مشاهدي قناة الموصلية الفضائية وحلقة جديدة من برنامج فكر وربح. طقوس العيد نفسها الموجودة بالعوائل الموصلية موجودة بيت؟ طبعا أكيد، نحن يعني تعرفين الموصل من العوائل المحافظة اللي تظل دائما طقوس مادة تجهيزات التحضيرات استقبالنا، أكيد هاي الكليت ما تفارقنا، وأكيد يعني الزيارات العائلية. أم سمير طبعا أنت فزتي ويانا، معلوماتك طبعا جيدة جدا، معلومات العامة تفضلي. اختلفت الناس، تغيرت ما مثل قبل الناس على نيته كل حسبات بيناتهم، يعني زورني وزورك ما يعني محدودة صارت، يعني مو مثل قبل كان الناس تروح على ناس، حتى بتحضر الكليتش كان أكون لقارب تجي جيران، صح ولا لا؟ أسع بس يعني القرايب الخاصين لك، يعني أهل بيناتهم يعني ماكو مثل قبل يعني مفتوح. أول واحدة عايدك منو؟ عندي 4 سنين عمو. عايدكي؟ هذاك العيد عايدكي؟ ايه عايدكي.